السلام عليكم، اهلا بيكم في برندا. انا سونيا الحلفاوي. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتي اللي جاي. النهارده هنعمل مع بعض ميني كيك اللوز بالبرتقال، وصفه روعه، احلى ميني كيك مع الشاي وطعم اللوز فيها خطير. زي ما تعودنا هسيب لكم المقادير في الوصف تحت الفيديو. يلا بينا نبدا. بسم الله. هنحتاج كوبايه من الدقيق، هحط عليهم 1.5 معلقه صغيره من الخميره الفوريه، ونقلبهم مع بعض. هحط عليهم 3 من البيض ورشة من الفانيليا، هبشر عليهم شوية من قشر البرتقال. هنقلبهم كويس مع بعض. هبدأ أزود عليهم 125 جرام من الزبدة ونقلبهم كويس. هبدأ أضيف اللوز. أنا هنا استخدمت 1/2 كوباية من اللوز، لوز متقشر ومطحون. زودت عليهم رشة من الملح وابدأ أقلبهم كلهم مع بعض. هنبدأ نفضيهم في القوالب. أنا استخدمت كيس حلواني علشان ما نملاش القوالب قوي، لأن هي لسه هتخمر. إحنا حاطين خميرة، مش مستخدمين بيكنج باودر. هسيبها في القوالب حوالي 10 دقايق تخمر. في الوقت ده أكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. أدخل القوالب، هتاخد تقريبا 10 دقايق جوه الفرن، ونطلعها بالشكل التحفة ده. طبعا طعم البرتقال خطير جدا جدا، طعم اللوز حكاية، كل اللي دقها حبها جدا. مع كوباية شاي بقى، إحنا الجو برد محتاج اي حاجة. بكده نكون خلصنا وصفة ميني كيك اللوز بالبرتقال. وصفة روعة، سهلة جدا، طعمها رهيب جدا، مغذية جدا. اتمنى تجربوها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وتسيبوا لايك على الفيديو، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.